السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سوف ننتقل للدرس الخامس، وهو رجاحة عقل الرسول صلى الله عليه وسلم. قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ببضع سنوات، نزلت على مكة أمطار غزيرة وسيول أصابت جدران الكعبة بالتصدع. ففكرت قريش إلى إعادة بنائها. اشترك رجال قريش وسادتها في هذا العمل الكبير، وارتفع بناء الكعبة من جديد، واختلفوا في من يضع الحجر الأسود في مكانها، وكانت كل قبيلة تريد أن يكون لها شرف ذلك وحدها، واشتد الخلاف حتى كاد القتال يقع بينهم. فقال رجل منهم: ما رأيكم أن نحكم بيننا أو أول من يدخل علينا؟ فكان أول من دخل عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهتفوا جميعا: هذا الأمين، هذا الأمين، رضينا به حكمة. بسط رسول الله صلى الله عليه وسلم ردائه على الأرض، ووضع عليه الحجر الأسود، ثم التفت إلى القوم وقال لهم: تأخذ كل قبيلة بطرف من الرداء، ثم ارفعوا معا. فلما رفعوا تناوله الرسول صلى الله عليه وسلم، وضعه بيده الشريفتين في مكانه، وبفضل حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجاحة عقله نجوا من القتال والفتنة. لماذا أرادت قريش إعادة بناء الكعبة؟ طبعا هنا أرادت قريش بناء الكعبة لكي تقوم بترميمها وإعادة بنائها. ماذا حدث حين أراد القوم وضع الحجر الأسود في مكانه؟ قاموا بالمحاورة وأرادوا أن كل قبيلة هي التي تريد أن ترفع الحجر الأسود، فصارت بينهم مشاجرة. ماذا اقترح عليهم أحد الرجال؟ أن عندما يدخل أحدهم هو الذي يحكم من يضع الحجر الأسود، أو أي قبيلة تضع الحجر الأسود. من الذي أنقذهم من الفتنة وكيف؟ طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان حكيما. لماذا رضي الجميع بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ لأنه أمينا وكذلك حكيما. رجاحة العقل، الذكاء والاتزان وحسن التصرف. هنا اختر التصرف السليم بوضع إشارة صح مقابل الدائرة. إذا رأيت أولاد الجيران يتشاجرون فإنني أتصرف كالآتي: ماذا بينهم؟ سأصلح بينهم. طبعا هذه الإجابة صحيحة. سأساعد صديقي، هذه الإجابة خاطئة. هيا وسع. طبعا هذه الإجابة خاطئة. أرتب الرسومات التالية حسب تسلسلها للأحداث الواردة في الأحداث. طبعا الحجر الأسود أولا رقم واحد، هذا رقم اثنان، هذه الرسمة قاموا ببناء الكعبة. رقم ثلاثة قاموا بالتشاجر بينهم من يضع الحجر الأسود. رقم أربعة رفعوا الحجر الأسود جميعهم. هنا أستخرج من النص الصفة التي جعلت قريش تقبل بتحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في رفع الحجر الأسود، لأنه كان أمينا ورضينا به حكما أو حكما، لأنه كان أمينا ورضينا به حكما. هذه هي الأسئلة والإجابات. أتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف الثاني لتعم الفائدة، وأيضا الاشتراك في القناة، وشكرا لكم على حسن